نتوما شنو هي شنو الحاجه اللي واعره كتحسوا بها نتوما بجوج بيناتكم حيت نتوما تويميات حيت كاين نتوما كيحسوا بشي حوايج نتوما شنو كتحسوا نتوما شنو الحاجه الواعره كتوقع لكم ماجيك شي حاجه واعره كتوقع لكم بجوج بزاف مثلا في المرض كان مرضو ضروري الا مرضات هي المرض انا ضروري هذه كاينه نفس المرضى واخا ما تكونش ما كتعديش ديك المرضى ما كتعاديش ضروري تجيني سبحان الله وانا تفكرت اللبس كنكون انا في جهه وهي في جهه كنهزو نفس اللبسه وكنلبسوها ما كندوش بعضياتنا امبوسيبل والله لا الاغاني والله العاد تكون الاغاني كتكون كتغني شي اغنيه بلا ما تغني بلا ما نقول لك كنقول لك كنفكر فيها هذه كتوقع لنا بزاف ماشي حك ماشي حنا بوحنا كاع توام ماشي انا اللي كيسمعوا لنا توام اي راديو غيفهموا شنو كنقول حيت كتوقع لهم توام بصح هادشي والله كتوقع التوام صح انا عندي خواتاتي الصغار توام دابا بنيتي يلاه اختي كتسمعي لنا قالت لنا اغيت دو بونسي ا موا اي ما بقيت باقي اللي كان عنده نفس الشيء تقريبا دونك اغنيه كتفيقي انت وحده فيكم تفيق بشي ريتم اكزاكتومون انت وضحتي اكزاكتومون الاخرى حتى هي فاقت بنفس الريتم نفس الريتم ولا شنو كيفاش درتي تعرفتي كما سا سبحان الله الضحك ديال التوام اللي كديروا نتوما شنو احنا انا وصفاء يمكن قوالب حيت كاين شي قوالب كيديروا احنا الوحيدين ما استفدناش من هذا لو بوين يمكن نستافدوا منه دابا ملي شرفنا يمكن نقدروا نستافدوا ونتفلوا على الناس كنا دائما انا وصفاء ستريكت ديسيبليني سيريوز في الدراسه في كل شيء ما استفدناش لا ما ولكن الا شفت راسي نتصيب نستافدوا دابا ما تقولش عمركم في المدرسه ما درتوش ديك اللعبه ديال واحد باش تدوز الامتحان بلاصه لا غنديروا حنا في القسم في الطاوله خصنا نحضروا بجوجنا في حنا كنا كنديروا حاجه الا مرضات صفاء ما سورت انا جالسه مع منساها في المرضى حيت غنمرضوا راه انتم بديتوا شحال هادي نتوما واه شحال هادي ما بديتوا ايام وي زمان شحال كان لكم العام فاش بديتوا في لا تيلي 7 ans ولكن بدينا في الدار صغار كنغنيو في ليكول في مهرجانات ديال الطفل وكنا كناخذوا الجوائز الاولى شحال هادي بديتو في التلفازه مع عزيز الشهاب الله يرحمه الله يرحمه ويسالي في النار الله يرحمه كان واعر كيفاش عقلتوا دزتوا معاه عقلت على النهار كامل كله كيفاش دوزتوا عاودونا كيفاش دوزتوا مع عزيز الشهاب كنا في ليكول ومن جبنا الاولين في المهرجان ديال الطفل قالوا لي المديره ديال المدرسه قالت لنا راه غتمشيو للاذاعه ديك الساعه اذاعه والاستوديو 5 كان داير واحد عقلتي لي كانت مع ديك الزوينه اللي كانت مع نعيمه كانت كتعجبنا انا بعدا دخلنا كنشوفوا فيها بوبي ما شاء الله عليها قلت لبابا وماما راه غدا غنمشي اذاعه قالوا هضره ديال الدري الصغار ما كاين الاذاعه لا الصباح انا صفاء ديما انا صفاء بجوجنا كان تنوجدوا دائما بجوج ما كان نقولهاش للدار لبس حويجي غدا ماما راه مشي للاذاعه اين اذاعه سمعتي وما كتقولوش للدار راكم غادي لا ولكن نقولوا ولكن تحس بحال كاين اون كوكي ديالنا كاع لي جيمو تيكون عندهم واحد العالم ديالهم خاص بوحدهم جات المديره داتنا مشينا كان دوزي معنا اييه اول تو اول مره غيبان في التلفزيون وي وي احنا صغار دي بيتي زونفون وقلنا غنسمعكم قبل باش نعرف شنو غيدوز في التلفازه جينا عندو اللوج كنعقل وكان نعمل الحلو كان حاج موس كان بزاف ديال الفنانين كبار وغني غنينا سمعونا قالوا لنا نتوما عندكم صوت زوين وبحال عطاوه اكسي انه ولا اكسبتاسيون انه صافا خصهم يدوزوا اليوم فدزنا وغنينا كبريائي ما عرفتش علاش كنسول راسي اليوم علاش فكرت في كبريائي اغنيه ديال ميدا حناوي هو قال قبل ما فاش قلت لكم قال عزلوا اغنيه صعيبه اصلا اغاني كلهم غنى لهم في الكواليس كانوا حتى الاغاني اللي كانوا في ديك الوقيته كانوا واش كان قال اغاني واعرين كانش اغاني ناقصه كان كلشي اغاني زوينين فين غنيناهم دزنا في لا تيلي كان واحد لو سوكسي وكان انه خصنا نكملوا في الكونسيرفاتوار فوالا فوالا قريتو كونسيرفاتوار درتو بدرتو عامين قريتو لو فيولون كتعرفو تلعبو الكمانجه هي اون براتيك الا خليتي ليكسبيريونس كلها هاد صعيب ماشي سي دو بيانو سي فيولون سي با دو فيلو فوالا سي با دو فيلو سي دو فيولون تخلع 20 عام في تركب تمشي لا وي سي فري سي لا براتيك وبيانو سافا كتلعبو البيانو سافا با ترو مي بون تخي بيان مقارنة مع الناس بروفيسيونيل ما يمكنش لي نقول كنعرف اوكي مي كتكومبوزيون نتوما وي اون في لا كومبوزيسيون لا كومبوزيسيون لي بارول اي تبارك الله عليهم وصلوا عنبي وخمسة وخميس وعلي حاسود في عود قريات هاد بنات راه ماشي صفا هنا قريات سي فري قريات الحمد لله 3 ans ليسونس مانجمنت انتربريز 4e année diplôme master marketing international diplôme stylisme moderne et diplôme stylisme بلدي عندك الحمد لله صبايا انا داري ديتو على ايت راديو Ha
نسيتو تخطف وبسرعة تتعلق بي. راجل ما كاين بحالو في القمة صف الأول، ما عندي ما نتسالو في الشد عليه نعول. وخنا يا ما نوصف ما نقدر حقلو فيه، ناري شخصيتو تخطف وبسرعة تتعلق بي. راجل ما كاين بحالو في القمة صف الأول، ما عندي ما نتسالو في الشد عليه نعول. داني ديتو والله ما خليتو، ديتو داني والله ما خلاني. داني داني ديتو والله ما خليتو، بغيتو بغاني راهو زماني. انا كنت عليك نقلب انت فارس احلامي. واخا ماشي رومانسي كيف ما هو عجبني، المهم غير عليا محتارمني وفهمني. مرة مرة يتعصب ودم سخون وحامي، انا كنت عليك نقلب انت فارس احلامي. واخا ماشي رومانسي كيف ما هو عجبني، المهم غير عليا